السلام عليكم شباب، نتمنى كل شيء يكون بخير. بغيت نشكر جمعية شباب ويب والناس اللي معاها على الحدث الرائع اللي نظموا. صراحة حدث كان في المستوى والتنظيم كان زوين بزاف، وبغيت نشكر الناس اللي حضروا الحدث، خصوصا الناس اللي جاو من مدن بعيدة، جاو كاين اللي جا من شمال المغرب، كاين اللي جا من شرق المغرب، كاين اللي جا من جنوب المغرب. هذا الشيء كيدل على ان عندهم اصرار كبير وشغف كبير بالمجال، يعني بانه كيضرب مسافه طويله باش ياخذ معلومه واحده. وكنتمنى نكون داكشي اللي قدمناه يكون في المستوى، رغم ان الوقت ما كانش كيسمح بزاف، ولكن حاولنا نقدم اكبر عدد ديال المعلومات في اقل وقت ممكن. شكرا لكم بزاف، والناس ديال قول ميم راه ما نسيتكمش، ستوري جاي ان شاء الله. الناس ديال قول ميم تلاقاو نهار 25 في هذا الشهر هذا ان شاء الله، لو 25 في شهر واحد، يعني السبت الجاي، هذا السبت في ايكول ايليك. راه تقريبا الناس تاع قول ميم كلهم كيعرفوها، مدرسة اللي جات في شارع الجيش الملكي، انفاس مع الصيدلية الرئيسية، ما عرفتش شنو سميت ديك الصيدلية. المهم مدرسة ايليك راه كلشي كيعرفها. نهار 25 ان شاء الله غيكون واحد غنديروا واحد الفورماسيون ولا وركشوب ولا نسميوه كيما بغينا نسميوه، غتكون فيه ساعتين، غنهضروا فيها على الاسنس اربيتراج، بحال هذا اللي درنا في 8 لول وبحال اللي درنا في لونسي جي المره اللي فاتت. الحضور غيكون بالمجان للجميع، اي واحد ممكن يحضر، سواء مبتدئ سواء افونسي شويه في المجال كيما بغى يكون، اي واحد يقدر يحضر ويستفد. ولكن عدد المقاعد محدود لان ليكول ما كتهش بزاف، يعني اي واحد بغى يحضر خص يمشي ليكول اليوم ان شاء الله ولا غدا. المهم ابتداء من اليوم تقدر تمشي ليك وتسجل الحضور تاعك، تقول لهم راه بغيت نحضر ليفينمون اللي غيكون نهار السبت، وخلي لهم السميه تاعك والتليفون ديالك باش يسجلوك، ونهار السبت ان شاء الله باش تاخذ بلاصتك ونهار السبت تحضر. يعني ضروري تمشي اليوم ولا غدا باش تسجل. المهم اللي بغى يحضر الحدث نهار السبت ان شاء الله، نهار 25 في هذا الشهر، يعني هذا السبت، يمشي اليوم ولا اليوم غدا غدا، المهم في اي وقت، يعني كل ما مشيتي بكري كل ما حجزتي البلاصه ديالك، يعني عدد محدود. انا عارف كاين دراري بزاف، ولكن ما لقيناش شي قاعه كبيره فاش نجمعهم، ولو ان القاعه كبيره ديما كيجي عدد كبير. يمشي اليوم ولا غدا الايكول ايليك اللي كاينه في شارع الجيش، وغادي تسجل الحضور ديالك وتسجل السميه ديالك عندهم باش تحضر نهار السبت ان شاء الله. يلا نشوفكم نهار السبت.